مشاهدينا الكرام، للحديث عن انهيار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والاتهامات لإيران باستنزاف العملة الأجنبية في البلاد، معنا من أوسلو الخبير الاقتصادي والعراقي الدكتور سناء عبد القادر عبر سكايب. حياكم الله دكتور سناء. أهلا وسهلا، مساء الخير بداية. وحياكم الله جميعا. حياك الله. سعر صرف الدولار في العراق يصل إلى نحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، ما هي العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع؟ العوامل كثيرة. يعني بالبداية نحن نعرف أنه عدم وجود صناعة وعدم وجود زراعة وعدم وجود قطاعات اقتصادية جيدة وعدم وجود بنية تحتية، يعني معناته أن الاقتصاد العراقي من البداية منذ 2003 لحد الآن يتعرض إلى هزة قوية. نعم. ولهذا ترى أنه الاقتصاد العراقي ضعيف، يعني جميع قطاعات اقتصاد الوطن العراقي ضعيفة. لذلك في حرب او في مواجهه اقتصاد الوطن العراقي لاي هزه من الخارج هو يتعرض الى ازمه اقتصاديه، ونحن الان في ازمه اقتصاديه. لانه تاخذ مدى ارتفاع قيمه صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، يعني قبل سنتين ثلاثه كان 1130 1131 الان قفز الى 1160. هذا شو معناته؟ معناته انه الاقتصاد الوطني العراقي ضعيف، لا يملك قاعده قويه. لكن دكتور سناء، لماذا مؤخرا ارتفعت عن ايرادات النفط، لماذا مؤخرا ارتفعت قيمه الدينار العراقي بهذه؟ دكتور سناء هل تسمعني؟ دكتور، لماذا ارتفعت قيمه الدينار العراقي مؤخرا رغم ان الاقتصاد العراقي يفتقد لكثير من العوامل التي تنميه كالزراعه، الصناعه، التجاره وغيرها من 2003 إلى غاية هذه اللحظة؟ يعني ما الجديد الذي حدث، أو ما التطور الذي حدث الآن لنجد بأن الدينار العراقي قيمته وصلت إلى نحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار على عكس السنوات السابقة؟ التطور اللي حدث هو احنا الآن لأنه تهريب العملة الصعبة العراقية إلى إيران ولحل الأزمة الاقتصادية في إيران ولرفع ما يتعرض له إيران من عقوبات أمريكية. لذلك الإيرانيين يشترون الدولار من داخل العراق، نعم، ومن ثم يذهبون به إلى إيران لحل مشكلة الأزمة الاقتصادية. بعدين ونحن نعرف يعني جيدا أنه حتى تصدير النفط الإيراني يتم عبر العراق وباتفاق مع بين العراق وبين إيران. يعني هذه المشكلة التي أدت منها إلى ضعف الاقتصاد الوطني العراقي. نعم، لكن إيران في المقابل دكتور سناء، إيران تنفي هذه الاتهامات عن طريق السفير الإيراني محمد آل صادق في العراق، يقول بأن هذه اتهامات باطلة. إيران تنفي، ما مدى مصداقية هذا النفي؟ المصداقية لا يمكن أن مثل ما أقول لك أعطاء جواب، لأنه إحنا لا نعرف ماذا يبطن لنا هذا السفير الإيراني. زين، وأمامنا مشكلة موجودة الآن، لو كان صحيح لما حدث ذلك. طيب، يعني هذا النفي، يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي في العراق، هل سيؤثر بشكل أو بآخر على الخطوة أو الاتهامات التي توجه إلى إيران بأنها لديها ربما سنة كاملة من أجل تصريف الدينار العراقي الذي تمتلكه في سبيل الحصول على الدولار من الأسواق العراقية؟ هل سيكون هناك تحقيق ربما من قبل الحكومة برأيك؟ هل سيكون هناك رد فعل، أو يعني هم مستسلمون لإيران كالعادة؟ من حيث الواقع العمل يجب أن يكون هناك رد فعل لدى الحكومة العراقية لإجراء تحقيق، بغض النظر عن مدى العلاقة بين إيران والعراق ومدى علاقة الحكومة العراقية بالحكومة الإيرانية. نحن أمام أزمة، نحن علينا ان نحل مشكله الاقتصاد الوطني العراقي بالدرجه الاولى. نحن لا يهمنا الاقتصاد الايراني والمصلحه الايرانيه، يهمنا بالدرجه الاولى مصلحه الشعب العراقي. ونحن نعرف انه ارتفاع الاسعار بشكل مذهل، يعني احكي لك بصراحه، نعم، يعني مجرد انه تطلع اشاعه انه الدينار العراقي ضعيف امام الدولار، لذلك التاجر رغم انه هو قد اشترى هذه البضاعة قبل شهر أو ثلاثة أو أربعة أشهر في مخازن موجودة بأسعار تختلف عن ما هي الآن، ولكن مع ذلك هو سوف يرفع السعر. نعم. يعني شو معناته هذا؟ معناته أنه حتى التجار العراقيين الذين يستوردون هذه البضاعة والذين قاموا باستيرادها قبل أربع خمس أشهر يبيعونها بأسعار عالية الآن.
انطلاقا من السعر الحالي في السوق. يعني هاي المشكله، يعني المفروض على التجار العراقيين ان ياخذوا بنظر الاعتبار المستوى الاقتصادي للطبقات المسحوقه من الشعب العراقي. طيب دكتور سناء، قبل بضعة أيام أعلن البنك المركزي أنه سيسير في خطة تعيد الدينار العراقي إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين. هل اقتصاديا هل لدى العراق الإمكانيات للسيطرة على هذا الانهيار الحاصل في الدينار العراقي؟ تكون له سيطرة في حال إذا قام العراق بتقوية اقتصادي الوطني العراقي الصناعة والزراعة. يعني هذا مجرد كلام. خلال أسبوعين نتحدث، يعني نحن الآن لا نتحدث عن خطط مستقبلية دكتور، نتحدث عن الأسبوعين التي وعد بها الشارع العراقي. لا يمكن، يعني احنا ليس لدينا عصا سحرية بحيث انه نحل مشاكل الاقتصاد الوطني العراقي بليلة وضحاها. هذا ضحك على الذقون، هذا ليس بحل علمي. نعم. طيب العقوبات الأمريكية المفروضة على البنوك أو على المصارف في العراق إلى أي مدى ستؤثر في الأيام القادمة على الوضع الاقتصادي العراقي ووضع الدينار بشكل أخص؟ أنا بعتقد العقوبات لا تؤثر، لأنه كما قلنا أنه العراق يملك الحق في استيراد وتحريك إيرادات النفط التي يستلمها من بعد بيع النفط العراقي عبر البنوك او عبر البنك الفدرالي. تستلمها وزاره الماليه ومن ثم يستلمها البنك المركزي العراقي. لا تؤثر يا اخي. نحن علينا ان نكون يعني حريصين على حل مشاكل الاقتصاد الوطني العراقي، وليس الاستماع الى ما دب وهاب من هذه الاراء والى اخره. نحن اذا كنا نملك اقتصاديين جيدين، اداره جيده من قبل الحكومة، لا يهمنا هذه الترخصات، زين، عفوا التخرصات أو الآراء أو الآخرين. علينا أن نملك شجاعة وأن نحل مشاكلنا بأيدينا. وهل هناك هذه الشجاعة توجد أو موجودة لدى السلطات الحاكمة أو الأحزاب الموجودة في العراق بعد 2003 لكي تدير الاقتصاد العراقي باستقلالية؟ من المفروض أن تكون، لكن ما نرى أنه خلال 20 سنة لم تكن هذه الشجاعة موجودة، وإنما بالعكس نحن نتعرض إلى هزة اقتصادية يوميا داخل العراق. نعم. مع الأسف طبعا. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور سناء عبد القادر، معنا كنت عبر سكايب من أوسلو، الخبير الاقتصادي العراقي.